بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز ولي الأمر، هنتكلم النهاردة في الدرس الثاني للصف الرابع على الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي هنتكلم إن الإنسان بيحتاج للطاقة اللازمة للغذاء. حتى يستطيع الحصول على الطاقة لابد من وجود عامل مساعد، فيتم عملية التنفس للحصول على الأكسجين حتى يتم عملية احتراق الغذاء احتراق كامل ويتم الحصول على الطاقة. فمن ضمن الخصائص أو صفات الكائن الحي هو عملية التنفس. فالتنفس بنتكلم على الجهاز التنفسي ان هو يقوم بعمليه التنفس، والصوره واضحه كما هي في الرسم. الجهاز التنفسي بيتكون من الانف، البلعوم، القصبه الهوائيه، بنتكلم على شعبتين هوائيتين وعندي الرئتين، وفي بيفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني عضله الحجاب الحيز. احنا بنتكلم على الانف، ان الانف يا استاذ بيبطن من الداخل بطبقه مخاطيه وشعر. الطبقة المخاطية والشعر بيعملوا ايه وظيفتهم واهميتهم؟ حجز الاتربة والميكروبات. طبعا عندي يا استاذ وتبطن او يوجد ايضا في الانف الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية بتتم تدفئة الهواء، هي التكييف الموجود داخل الانف. لو درجة الحرارة مرتفعة في الخارج، لو درجة الحرارة منخفضة، هي بتعمل عملية تكيف لدرجة حرارة الهواء حتى يعادل درجة حرارة الجسم. ومن خلاله بنقول يا استاذ علل، يتم التنفس عن طريق الانف وليس عن طريق الفم. ليه؟ لان الانف يبطئ من الداخل بطبقة مخاطية وشعر لحجز الاتربة والميكروبات وشعيرات دموية لتدفئة الهواء. بيجي يقول لك ماذا يحدث عند التنفس عن طريق الفم؟ يتم الاصابة بالكثير من الامراض. طب ده كان بالنسبة يا استاذ الانف. تاني عضو من اعضاء الجهاز التنفسي البلعوم. البلعوم هو تجويف مشترك بين الجهاز التنفسي والجهاز العظمي يؤدي الى المريء والقصبة الهوائية. طب ليه سميناه بالبلعوم؟ لان بيتم ابتلاع الهواء الى القصبة الهوائية ويتم ابتلاع الغذاء الى المريء. ده بالنسبة للبلعوم. تالت اهمية القصبة الهوائية وشعبتان الهوائيتان. القصبة الهوائية استاذ عبارة عن انبوبة مزودة بحلقات غضروفية تجعلها مفتوحة باستمرار مبطنة باهداب لطرد الاجسام للغريب. يبقى القصبة الهوائية يوجد اعلاها لسان المزمار، وهي مبطنة او بتوجد بها مزودة بحلقات غضروفية غضاريف بتكون غير تامة الاستدارة. طب ليه؟ ايه اهمية الغضاريف؟ جل الحلقات الغضروفية دي تجعل القصبة الهوائية مفتوحة باستمرار. مبطنة القصبة الهوائية والحلقات الغضروفية باهداب. ليه؟ اي حاجة تدخل للقصبة الهوائية غير الهواء يتم طرده بواسطة الاهداب. ويوجد اعلى القصبة الهوائية قلنا لسان المزمار، يعمل على غلق القصبة الهوائية اثناء بلع الطعام والشراب، ويتم نزعه او فتح القصبة الهوائية بعد انتهاء عملية البلع لدخول الهواء. تتفرع القصبة الهوائية الى شعبتان هوائيتان. قلنا ليه شعبتين؟ لان ده مسمى هوائيتين، لان بتعمل على تنصيف الهواء الى الرئتين بنسب متساوية. كل رئة بتاخد حظها منين؟ من الهواء. ما ينفعش واحدة تاخد اكتر من التانية او دي اقل من التانية. الرئتان يا استاذ، وده رابع عضو من اعضاء الجهاز التنفسي، ان الرئتان تتفرع الشعب الهوائية داخل كل رئة الى قصيبات وحويصلات هوائية. الرئتان دي جل تخلو من العظام والعضلات. تاني، الرئتان كيس يخلو من العظام والعضلات مزودة بحويصلات وقصيبات وشعيرات دموية. الحويصلات يتم بها تبادل الغازات بواسطة الشعيرات الدموية. قال لي يا أستاذ إن الرئتين تحاط بالضلوع، وتفصل أو بيتم فصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني بعضلة الحجاب الحاجز. دي بتعمل يا أستاذ على آلية التنفس، بتعمل على آلية مين؟ التنفس. ده كان بالنسبة لتركيب الجهاز التنفسي. طب ايه هو التنفس يا استاذ؟ التنفس دخول الهواء المحمل بالاكسجين وخروج الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون وبخار الماء من خلال او بواسطة انقباض وانبساط عضلة الحجاب الحاجز، اللي هم نتكلم عنهم على عملية الشهيق والزفير. التنفس بيزيد بعدد مرات نشاط الانسان. لو الانسان بيبدأ يكون يا استاذ جالس بيتنفس 12 مرة في الدقيقة، لو هو بيمشي بيزيد معدل 15، وبيزيد للضعف عند زيادة النشاط كالجري مثلا بيزداد معدل النشاط. طب انا عندنا الانسان بيتنفس عن طريق الرئتين، طب الباقي الكائنات؟ انا عندي الاسماك بتتنفس عن طريق الخياشيم. الاسماك بتتنفس عن طريق مين؟ الخياشيم. يبقى احنا بنقول اهو، ممكن يجينا سؤال اكمل او يجينا اخطر او يجينا صح وغلط، نخلي بالنا من الاسئلة بالنسبة لهذا الشكل. طب آلية التنفس يا استاذ،
احنا بنتكلم على ان التنفس اليته، بنقول يا استاذ ان الاليه كما هو موجود بالصوره النشاط رقم 3 اللي هو انقباض عضله الحجاب الحاجز وانبساطها. عندما تنقبض عضله الحجاب الحاجز يتسع التجويف الصدري ويدخل الهواء المحمد بالاكسجين تمتلئ الرئتان، ده بنقول عليه ايه؟ شهيق. طب الزفير العكس، تنبسط عضلة الحجاب الحاجز ويبدأ تفرغ الرئتان الهواء بداخلها ويخرج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وده بنقول عليه عملية الزفير. يبقى الفرق بين الشهيق والزفير إن عملية الشهيق تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أسفل ويتسع الجيوب الصدري ويدخل الهواء المحمل بالأكسجين من الخارج إلى إيه؟ إلى الداخل. عزيزي ولي الأمر، عملية الزفير عكسها، هناك كان بتنقبض، هنا بتبدأ تنبسط، ده بيكون محمل بالأكسجين، ده محمل بثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. ما المكان الذي يتم به تبادل الغازات في الجهاز التنفسي؟ بيتم تبادل الغازات في الحويصلات الهوائيه، وده بواسطه مين؟ مين اللي بيساعد على عمليه التبادل الغازات؟ قال لي يا استاذ الشعيرات الدمويه. خلاص؟ ليه؟ لان جدارها رقيقه، وده اللي هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله في الصف الخامس بالنسبه للجهاز الدوري. قلنا يا استاذ ان المكونات ازاي يستدل على هواء الزفير بتعكير ماء الجيرارات. كيف يستدل على هواء الزفير بتعكير ماء الجيرارات؟ طب ازاي نعرف فيه اصلا بخار ماء؟ لو انا جبت لوح زجاجي او جبنا مرايه هيبدا يا استاذ يتكون قطرات الماء على سطح الايه؟ الزجاج. كيفيه المحافظه على الجهاز التنفسي؟ عدم التواجد في الاماكن المزدحمه، عدم التواجد او عدم التعرض لنزلات البرد، الاكثار من تناول الفاكهه التي تحتوي على فيتامين دي للوقايه من نزلات البرد، عدم التدخين او الوجود او مع المدخنين، لان كل ده بيؤثر سلبا على الجهاز التنفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.